بعد 19 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير فتحي كامل أبو حميد من مخيم الشبورة بمحافظة رفح. استقبال حاشد حظي به الأسير أبو حميد الذي حمل رسالة المعاناة والألم التي يعيشها الأسرى داخل السجون. كنت أسمع مصطلح من الأسرى الذين سبقوني بالحرية وعادوا إلى أهلهم وذويهم، كنت أسمع أن الفرحة كانت منقوصة. وفعلا أخي الكريم هي فرحة منقوصة لوجود وبقاء إخوة أعزاء مناضلين مجاهدين، كأني ولدت من جديد لمجرد خروجي ووصولي إلى معبر بيت حنون ورأيت أبناء شعبي وأهلي واحتضنت الوالد والوالدة. الحقيقة هاي القناة تحديدا فضائية تلفزيون فلسطين ودولة فلسطين، جميع أسران البواسل يشاهدونها على مدار اليوم والساعة بكل تأكيد، وتحاول سلطات الاحتلال دوما إخماد هذا الصوت الرائد، هذا الصوت صوت الحق، صوت القضية الفلسطينية الذي ينقل مشاعر ذوي أهل الأسرى. مشاعر الفرح والابتهاج أثناء استقبال الأسير داخل شوارع المخيم سيطرت على المهنئين الذين توافدوا ليشاركوا والدته وذويه هذا العرس الوطني. 20 سنة يا خالد، 20 سنة وإحنا بنستنى بها اليوم، 20 سنة يما، 20 سنة وإحنا بنستنى بها اليوم. بقول للدول كلها والرؤساء العرب كلهم يديروا بالهم على أسرانا ويدوروا لهم حل ويشوفوا حلول لهالأسرة. بتمنى لكل أسرة أن يطلع بسلامة، وخاصة زكريا محمود الله يفرجها عليهم جميعا يا رب. الفرحة مستيعينا كلنا بصراحة يعني، والحمد لله الحمد لله لك يا رب والشكر. وكان الأسير أبو حميد قد اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2003 بالقرب من إحدى المستوطنات التي كانت مقامة على أراضي المواطنين غرب رفح، لينضم إلى الحركة الأسيرة في معركة التحدي والصمود في وجه احتلال الظلم والاستبداد. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين.